أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها
طلعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة
يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين وأنزل من السماء
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإن إنك غفور رحيم ربنا عند بيتك المحرم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا سميع الدعاء
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا وهكذا أيها الإخوة تنتهي هذه الإذاعة الدينية التي نقلناها لكم من مسجد المرحوم الشيخ فهد السالم الصباح